التي تمنع ارتداء النقاب أثناء التصحيح، علما بأن قبول هذا العمل أو رفضه إجباريا، أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا العمل مختلطا بين الرجال والنساء، وزيادة على ذلك يلزمونها بكشف الحجاب، فلا يجوز لها أن تشتغل في هذا العمل، بل تلتمس عملا آخر أو تجلس في بيتها. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالمسلم يهتم بأمر دينه ولا يطع الناس في معصية الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الواجب عليها أن تعتزل هذا العمل، وأن تطلب عملا آخر نزيه، عملا نزيها تحافظ فيه على حجابها كرامتها، وتكون في عمل نسوي مع نساء لا مع رجال. نعم.